دلوقتي هنلعب. خد يا مدوش امشي. هنلعب ايه؟ هنلعب ايه تاني؟ هنلعب بقى لعبة الصور. بس انا ومادي هندخل معاكم في اللعب. احنا هنبقى فريق وانتوا فريق، تمام؟ يعني هنا دي الكروت. انتي ومادي فريق ولا زمان؟ انا ومادي فريق وكل اتنين متجوزين. طب وليه ما تخلينا انا وانتي وهو لا ما كل اتنين متجوزين بقى عشان نشوف بقى مين اللي مدربه جوزها احسن. خلاص. فانا هوري الارض من سمين. لا ان شاء الله هتكسبوا باذن الله. انا هوري مادي الصوره وهو لازم يشرح لي ايه اللي جوه الصوره زي بدون كلام كده من غير ما يتكلم. ده لعبتهم. ده لعبتهم. انا عارفه انها لعبتك بتحبها. بحب لعبه الافلام دي. يلا اهو هوري مادي وانا ما اشوفش. ايه بقى؟ انا وانت؟ شاكوش؟ ايوه بالظبط. شاكوش شاكوش. قرد. اما بضربك على هو هيوريك انت بقى لا انت وريني الصوره ما تشوفيهاش بالظبط كده. انا وانت شايف يا بشر هي نفس الفكره. مزه. لا سيعرف يا نفس القطعيه. ايه الحكايه؟ ايه قول لها برافو عليك. حلو ماشي. اقول لك لو جاي اتفضل يا استاذ. اي حبيبي. ايه سمير شيل صوابعك عشان اشوف ال انت هتشوف الحاجه. لا انت ما تلفهاش. لا 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 بص يا سمير. ايه انت؟ ما هو شاف. انا بوصف. انتوا انا ليا انا ليا الجنه. انا ليا الجنه. حاجه يا ماما ليك الجنه. برضه واحنا لما بنقعد نلعب انا وصاحباتي يجي هو يبقى معانا ودنيا وامي بيعشقوا لعبه الافلام وبتاع هو يجي برضه يبوظها لنا. لا ملل. ستات محترمات لادم ملل. خلاص سهير هتاجع. قلت لها فيلم. هو دلوقتي ده ولا ده؟ بدل ما نقعد نيجي في كاس الناس ونقول حاجات تبايخ. خلاص ده اسالي مادي عليه. ده واحد محصور. محصور. عنده حق والله. سهير هتزعل. مش هتبعت لنا سمك تاني. يلا يا مادي انت وريني. ده خلاص كده؟ كحك دباسة. الله. قال لها صح دي. دباسة. نق نق ازاي؟ نق ازاي؟ ابي في اكثر من لك دباسة. ارم 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 ارم. ايه اللي وراها بقى؟ انا مش عارف عايز اعرف ايه. طب دي دباسة ازاي؟ دي ازاي يا استاذ سمير؟ يا حبيبتي لا برافو عليك. انت مش قلتي له كده كده اهي. اسالي دلال بقى هي اللي متخصصه. خرم. في خرم. خرم ماشي. خرم قلتها ازاي؟ ايوه في نفس الوقت كده وفي خرم. انا مش عارف. خرامه. 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 طب يلا انا هوري لك اهو. ايه ده؟ جيتار؟ لا طبعا. لا جيتار. اقعد. طيب ايه ده؟ مش فاهم. لا ما عشان فيها شرح الصوره فيها حركه. ايوه بالظبط. الصوره ايه؟ ماشي. فتحي مخك بصي. ها دي مامتك وهي بتمسح الارض. دي امك انت مش ام انا. اخلصي.
مين؟ انت وانت رأس؟ ايوه. مين بقى؟ يعني ايه مين؟ اتنين بيرقصوا؟ قول لي تانجو. تانجو؟ وانت عارفة اصلا التانجو ده؟ يلا دي وري استاذ سامي. ياه. ما هي دي بتاع خد البيتزا واسكت، خد البيتزا ونام. ايوه اللي بيتغنى فيها الجراموفون ده. ايوه برافو. الله. حاجات النادرة دي دلوقتي. يلا ورينا بقى يا استاذ الجراموفون. انا؟ بس ما تقلبهاش انت. انا خليها كده بقى هي لا برضه. ايوه لا ما خدش باله. ليه كده؟ عظيم وغلاوتكم عندي لغايه دلوقتي انا ما فهمت البرنامج. حاجه من اثنين، يا جمبري مضروب يا مادي اللي مضروب. طب يلا السمسميه دي ده بحر يا واد يا نم بحر الساحل الشمالي تايتانيك ها اي ايه سفينة برافو سفينة بالقراصنة يلا ورينا اخر واحد غلب يلا وريني متغلبناش وريها بقى اللي انتوا لسه يما مش هما اتنين بس انتوا بتجيبوا الورق لا ما هما اتنين اخر هما اتنين اخر والله دم دربك دم دربك يعني ايه اللي جاب بش ما هو بس لضغط وطاق ايوه وطاق برافو انت بتطلعي بتطمن البلدي شطوره ايوه الوطواط اللهم احفظنا لو لزق في وش حد ما بيطلعش الا بالطبل ما بيطلعوش الا بالطبل طب مين اللي قال بقى يعني هو واحده يبقى لابس وش وطواط ويقعدوا يطبلوا له بقى ف كده في ال دي اكيد المقوله دي قالتها استاذ زهير زكي مش كده ولا مين اللي قال طب مين اللي في الارياف في الفلاحين عندنا بيقولوا كده ما كل أيوة الناس بتقول كده بس نفسي اللي بالطبل البلد عشان هو الخفاش شفتي معلومات برضه اللي هو الوطوط ده في الزقازيق بيقولوها دي يعني لما قلت الفلاحين قلت الزقازيق الزقازيق مدينه جميله طبعا في حد يعرف يزقزق زيك طيب يعني ايوه طبعا دلال 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 استنونا احنا كده الالعاب بتاعتنا خلصت وفقراتنا خلصت بس والله. احنا لازم نطلب من حضرتك طلب شخصي شخص عايزه فلوس ما لا ما احنا قلنا التيبه الزايده بقى ده اطلبه من حضرتك بره لكن دلوقتي عايزه حضرتك تغني لديدي اغنيه وتهديها لها المايك معاك يا اتفضل اهدي الدلال اغنيه اوعى تقول هيقول لي ايه انا عارف اقول انا لا لا خلاص بقى طب بلاش عليك اخص عليك يلا استنى ما افتكر لك حاجه كنت دايما تغني لي ايه زمان كان مالي ما كنت في حالي شوف الاحساس بتاعها الاحساس والله كان دايما يقول كده دايما في برنامج ما بتقول ايه كان مالي ما كنت في حالي بتاعت عبد الحليم أيوة. اول ما اتجوز بتغني بقلب الخالي فاتر امشي لا اقول لك دلل يا دنيا دلولة انا العندها يا حلوة يا طعمة يا امور انا سيبك مني وبخليكي في حالك بهدلتيني جننتيني دولا يا دلولا يا دلولا دولا 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 دلولا لا لا بدل نورة يا نورة جربي بقى وليه تغني لي لا 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 لا
ما بعرفش. لا 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 ما بعرفش. طب قولي لي حاجه وطنيه. والله ما بعرف حاجه بسيطه عشان خاطر. لا 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 حاجه بسيطه لا 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 بحب اغاني كتير بس لا يمكن اغني. لا بس هي ده دنيا وامي يضربوني. احنا هنغني معاكي. لا لا ده دنيا وامي يفضحوني. مش بتمشيش في مصر. لا ما بعرفش. التون بتاعها يعني عايز شوي. مايسترو اوركسترا عشان يقدر يلحقها. حاجه كويسه تطلع وتنزل وتطلع وتنزل شغلانه. عموما انتوا دورتونا ومش عارفين نقول لكم ايه. وربنا يخليكم لينا ويا رب دايما كده تفضلوا في سعاده وحب وهنا. وشكرا على كل الضحك اللي انتوا ضحكتوا لنا النهارده. بجد بجد انبسطنا من قلبنا. وعايزين نحيي النجم الكبير اسطوره الكوميديا الفنان سمير غانم. والفنانة العظيمة والأم اللي ما فيش زيها في الدنيا أستاذة دلال عبد العزيز. وهنشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم 3 في 1 و استنوهم.